ومتابعينا اكيد بصباحنا غير لليوم، ومن هذا المكان الرائع يلي بيعطي الزائر لمحة مختصرة عن تاريخ السوري. رح نحكي اليوم عن قسم التنقيب والدراسات الأثرية، ونتعرف على مهامه، ونعرف أيضا بالآونة الأخيرة شو هي الجهود المبذولة باسترداد القطع الأثرية المسروقة نتيجة الأعمال الإرهابية والتي حاولت سرقة وإزالة التاريخ السوري. كل هالأمور رح نتعرف عنها مع ضيفنا لليوم دكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات الأثرية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا صباحكم، فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيك. النور. بداية دكتور، خلينا نعرف المشاهدين أكثر عن مهام قسم التنقيب والدراسات الأثرية، وخصوصا خلال السنوات الأخيرة. طبعا مديرية التنقيب والدراسات الأثرية هي المعنية بكافة أعمال التنقيب ضمن المواقع الأثرية السورية. قبل الحرب على سوريا كان هناك ما يزيد عن 100 بعثة أجنبية و50 بعثة وطنية تقريبا في كافة المواقع الأثرية السورية ومن مختلف الجنسيات في العالم، وكانت هناك جهود حثيثة لإظهار التراث السوري في داخل سوريا وخارج سوريا، وكانت هناك بشكل مستمر ندوات علمية عن أهمية هذا التراث. كما تعلمون بأن سوريا هي محض الحضارات والديانات السماوية، وبالتالي في أي مكان نحفر يجب أن نجد آثار ومخلفات الإنسان الذي عاش على هذه الأرض منذ ملايين السنين. في خلال الحرب توقفت أعمال التنقيب، وكذلك تم قطاع البعثات الأجنبية، ولم يكن هناك أي تواصل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف لعدة أسباب، منها أسباب سياسية، أي أن بعض البعثات أخذت موقف سياسي من هذا الموضوع، وللأسف لم يكن على قدر المسؤولية. لكن هناك بعض الآخر توقفوا نتيجة حكوماتهم منعتهم من المجيء إلى سوريا ومتابعة الأعمال، وهناك بعض الزملاء والأصدقاء الآثاريين الذين لم يتخلوا عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، بل على العكس وقفوا إلى جانبها خلال كل فترة الحرب وبقوا على تواصل وحاولوا مساعدة المديرية والكوادر الموجودة في المديرية العامة للآثار. في الوقت الحاضر نحن إذا أردنا أن نقارن ما بين عام 2011 واليوم، هناك بعض البعثات التي عادت لاستمرار العمل، وهناك بعثة واحدة بقيت مستمرة طيلة سنوات الحرب، وهي البعثة الهنغارية العاملة في موقع قلعة الحصن وقلعة المرقب. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا نشاطات استمرت خلال فترة الحرب، وهذه النشاطات هي النشاطات العلمية، وانصب العمل بمجمله بعد توقف أعمال التنقيب على توثيق الأضرار في المواقع الأثرية التي طالتها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة. للأسف تعرضت أغلب المواقع الأثرية التي وقعت تحت سيطرة هذه المجموعات للتخريب والتنقيب غير الشرعي، وكانت هناك لقى كثيرة سرقت من هذه المواقع الأثرية. نعم دكتور همام، خلينا نحكي اليوم، ما يمكن جهود كتير عم تبذل من أجل الاسترداد، من أجل يمكن دراسة القطع الأثرية من مناطق سورية مختلفة وجمعة يمكن بمكان واحد نتيجة الإرهاب يلي كان بيصير بالمنطقة اليوم. خلينا نحكي يمكن قديش مهم أنه حمايتها ويمكن إعادة ترميمها عن جديد، عفوا أول وجديد، هاي القطع الأثرية. طبعا بما يخص القطع الأثرية هناك شقين، الشق الأول يرتبط بالمتاحف السورية، والشق الثاني هو له علاقة بالمواقع الأثرية. للأسف كان في المرحلة السابقة كان هناك دور لدور الجوار في مساعدة المجموعات الإرهابية على سرقة المواقع الأثرية ونهبها، إضافة إلى تدميرها. على سبيل المثال نحن نعلم بأنه منذ بداية الحرب على سوريا كانت تركيا هي الوجهة الأولى للمواقع الأثرية وسرقة المواقع الأثرية، ونحن نعلم أيضا عن طريق مصادر كان هناك خبراء أجانب أتوا مع المجموعات الإرهابية ونقبوا في المواقع الأثرية، ونذكر هنا على سبيل المثال موقع دور أوروبوس الذي يقع في محافظة دير الزور، وأيضا موقع ماري من الألف الثالث قبل الميلاد. الموقعين تعرضا للتخريب بشكل كبير جدا، وتم استخدام آلات ثقيلة في عمليات الحفر. هنا نحن لا نفقد فقط قطع أثرية، وإنما نفقد طبقات التاريخ عندما يتم استخدام الآلة بحفر الطبقات الأثرية، أي نحن نفقد كافة المعلومات المرتبطة بالقطع الأثرية. طبعا القطع التي سرقت من المتاحف نحن نستطيع أن نعيدها عندما تظهر في الأسواق، لأن لها سجل وهي مسجلة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف، ولها أرقام ولها صور ولها كافة المعلومات.
لكن الإشكالية تكمن في القطع الأثرية التي تخرج من المواقع الأثرية بطريقة غير شرعية. على سبيل المثال نحن لا نعلم ما هي عدد القطع وما هي هوية هذه القطع التي خرجت من هذه المواقع. نذكر هنا في موقع تدمر، في موقع ماري، في موقع دورة أوروبوس، وأيضا في مواقع جنوب سوريا درعا عندما كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا مواقع الشمال هي المدن الميتة، هناك أكثر من 700 قرية مسجلة، قسم منها مسجلة لائحة التراث العالمي، وهذه القرى هي بمجملها تعرضت للتخريب والسرقة. طبعا هناك متابعة حثيثة، وتم افتتاح مكتب في المديرية العامة لآثار ومتاحف يعرف باسم مكتب استرداد. هذا المكتب مهمته متابعة استرداد القطع الأثرية التي خرجت بطريقة غير شرعية من أراضي الجمهورية العربية السورية. وفقا للقوانين والمعايير الدولية، سوريا هي أحد الدول التي صادقت على عدة معاهدات لا تعنى بهذا الشأن. طبعا للأسف تم الكشف عن مجموعة من القطع الأثرية كانت معروضة للبيع في أسواق الأوروبية، وتم مخاطبة الأنتربول الدولي، وهناك تعاون بشكل دائم مع الأنتربول الدولي عبر أنتربول دمشق، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة بشكل دائم. طبعا هناك يقولون نعم سوف تعاد هذه القطع، لكن في الوقت الحاضر لم يتم إعادة أي قطعة باستثناء دولة واحدة تعاونت واحترمت القوانين، هي دولة لبنان، وتم إعادة مجموعة من القطع التي كانت معدة للتهريب وتم الكشف عنها من قبل السلطات اللبنانية، وعدت في عام 2014. عم تنباع بمليارات الدولارات. طبعا هناك أسعار خيالية في القطع الأثرية، لا سيما أن الإشكالية أيضا أن القطع التي تذهب إلى مجموعات الخاصة هذه القطع لا تظهر بشكل سريع، أي أننا نحتاج إلى 10 سنين أو 20 عاما، بعض الأحيان 30 عاما لتظهر هذه القطع، كما حدث في العراق عندما نهبت على أيدي الجنود الأمريكيين. فبالتالي عنده عام 2003 الآن تظهر هذه القطع، وآخرها في هوبلوبي كان هناك ما يقارب 5000 رقيم مسماري سرقت من العراق وظهرت في الوقت الحاضر. وبالتالي نحن يجب علينا أن نكون مستعدين للمرحلة القادمة وأن نعمل بشكل كبير، ولكن الحقيقة هناك إمكانيات ضعيفة وكوادر قليلة لا سيما خلال فترة الحرب، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك دعم لجهود كوادر المديرية العامة للآثار والمتاحف، لأن هذا التراث ليس فقط هو تراث سوري وإنما هو تراث الإنساني جمعا، ويجب أيضا أن يكون هناك دور للمجتمع المحلي في حماية هذا الإرث الثقافي الكبير، وكان هناك دور لبعض بعض الأشخاص في المجتمع المحلي في بعض المناطق، لكن للأسف في بعض المناطق الأخرى كان المجتمع المحلي دور سلبي في سرقة هذه القطع. ونذكر على سبيل المثال هنا منطقة أفامة وقلعة المضيق، هذه المنطقة قبل الحرب كان يتم سرقة القطع الأثرية منها، وزادت خلال الحرب، وتعرض موقع أفامة للكثير من الحفر العشوائية تزيد عن 3000 حفرة، ولاحقا لتحريرها من قبل الجيش العربي السوري تم معاينة الموقع، والحقيقة للأسف الدمار كبير والحفر العشوائي كبير في الموقع. اليوم نحن عم نحكي بمرحلة يمكن إعادة الأعمار أو وضع يمكن أمني مرتاح نسبيا في سوريا، بعد ما نحكي عن موضوع الهدم والسرقة، الملفين الأساسيين المطروحين هلأ بموضوع الآثار السورية هن التوثيق إذا بنقول أو إعادة الترميم، والملف الثاني هو الاسترداد. في إحصائيات اليوم رسمية قمتم بها عن هدول الملفين، وين صرنا فيهم؟ مثل ما قلنا جهود كبيرة لازم تكون بحاجة كتير خطوات، ولكن في إحصائيات رسمية بهذا الموضوع؟ طبعا بخصوص الإحصائيات عندما نتحدث على الأرقام لازم يجب أن نكون دقيقين. بخصوص القطع الأثرية التي سرقت من المتاحف، نعم هناك إحصائية ولأن هناك سجل، أما بخصوص القطع التي سرقت من المواقع الأثرية لا يمكن لأي إنسان أن يعلم ما هو العدد الدقيق للقطع التي سرقت، لا نستطيع أن نعطي أرقام نهائيا. عدد الآثار المستردة إلى المتاحف تقريبا كانت بحدود 5000. طبعا هناك القطع التي تسردت، هناك شقين أيضا استرداد، هناك استرداد داخلي وهناك استرداد خارجي. الاسترداد الخارجي يتمثل فقط في القطع التي أعيدت من لبنان والتي تمثلت في حوالي 80 قطعة أثرية، وفي الوقت القريب أي ربما بعد أسبوع أو أسبوعين هناك أيضا مجموعة أخرى تم مخاطبة الجهات المعنية السورية لاستردادها من دولة لبنان. لكن القطع التي استردت من قبل الجيش السوري عندما يتم تحرير المناطق ومن قبل الجهات الأمنية المعنية تزيد عن 20,000 قطعة، هناك رقم 25,000 قطعة تم الفحص، هناك 20,000 قطعة أصلية و 5,000 قطعة مزورة. نعم دكتور همام، يمكن
بالمتحف الوطني في دمشق يلي بيحوي على عدد هائل وكبير من الآثار السورية عمرها آلافات السنين. خلينا نحكي، موجود أكيد قطع محمية هون يعني جبناها إلى المتحف بوقت الحرب على تمام. سوريا. خلينا نحكي نحن اليوم كتنقيب وكدراسة أثرية، كيف درسنا هاي القطعة؟ كيف نحن بثينا بإعادة يمكن إعمار هاي القطعة؟ وشو هن القطع الموجودة هون؟ طبعا القطع في المتحف، أستاذ مورفي. القطع منوعة من كافة المحافظات السورية، هو المتحف الوطني أي يمثل هوية وانتماء، نعم ويجب على كل سوري أيضا زيارة المتحف الوطني، لأنه بالحقيقة يجب أن نفتخر بهذا الإرث الذي يوجد لدينا، وجميع العالم يأتون من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذا صحيح، المتحف. تصديقا لحكيك، يعني نحن بالصباح هون كثير عم نشوف ناس اجانب عم يجوا، حتى يعني حتى حتى المجتمع هلا المحلي يعني. الآن أصبح يأتي بشكل أكبر من السابق إلى المتحف الوطني. نعم طبعا إعادة الإعمار، تحدثت قبل قليل عن موضوع إعادة الإعمار. نحن في الوقت الحاضر العمل منصب على التوثيق وحصر الأضرار وتقييم الأضرار وإعداد الدراسات المرحلة بس السابقة. تم إعادة إعمار قطع وظلت هون محفوظة بالمتحف بعد القطع هي الترميم. ترميم ليس إعادة إعمار، تماما. فهناك فرق بين إعادة الإعمار آه المباني أوكي. وإعادة ترميم القطع على سبيل. نعم هناك بعض القطع التي تم ترميمها، وعلى سبيل المثال من تدمر كما نعم تحدثتي أسد اللات، هذا التمثال الذي يعود إلى القرن الأول والقرن الثاني من الميلادي تدمر من هذا مدينة الجزء. تدمر، تم العثور عليه في سبعينات القرن الماضي من قبل البعثة البولونية، وتم إعادة ترميمه على مدخل متحف تدمر، لكن عندما دخل داعش الإرهابي إلى تدمر تم تدميره بواسطة آليات كبيرة، ومن ثم عندما نقلت المدير العام للآثار والمتاحف في المرحلة الأولى مجموعة كبيرة من القطع الأثرية لم تستطع نقل القطع الكبيرة، وبالتالي كان من بينها تمثال أسد اللات. وبعد تحرير مدينة تدمر على يد الجيش السوري تم جلب هذا التمثال أجزاء ووضعه في المتحف الوطني، وتم ترميمه من قبل خبراء سوريين وبولونيين، وهو حاليا معروض في حديقة المتحف الوطني. هناك مجموعة أيضا أخرى من التماثيل التدمورية التي يقوم بها خبراء سوريين لترميمها وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا قبل تخريبها. دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي اليوم عن مشاريعكم المستقبلية على صعيد ترميم الآثار وحتى أو استردادها. طبعا بخصوص الترميم يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وهذه الإمكانيات غير متوفرة في الوقت الحاضر، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك إمكانيات. ونحن نقوم الآن بإعداد دراسات وتقييم الأضرار لكافة المواقع الأثرية، وذلك وتجهيزها الدراسات للترميم في المرحلة القادمة، أي عندما تكون هناك الإمكانيات تكون الدراسات جاهزة ولا يتم إضاعة الوقت لإعداد دراسات من جديد. بخصوص الاسترداد، نحن نعمل بشكل كبير جدا في المديرية العامة للآثار والمتاحف على تجهيز قاعدة بيانات للقطع المسروقة والتي تظهر في الأسواق، ونقوم بمخاطبة الانتربول الدولي بشكل دائم، وأيضا اليونسكو وكافة الجهات المعنية، لكن أيضا هناك جهات لا تقوم باحترام القوانين ولا تساعد أيضا جهود المديرية في استعادة هذه القطع. بالتأكيد أي قطعة أثرية سورية خرجت من سوريا سوف يتم إعادتها إن شاء الله ما دامت هناك لها سجل ولها معلومات عن هذه القطع، لكن تبقى الإشكالية في القطع التي لا يوجد لها سجل، وكانت هناك ظاهرة جميلة جدا حدثت مؤخرا ومبادرة من قبل السيد رضوان خواتيمي، عندما رأى قطعة أثرية سورية تباع في الأسواق الأوروبية في إيطاليا بادر بشرائها وإعادتها إلى سوريا، ونحن نأمل أيضا أن يكون للرجال الأعمال وكل من له قدرة على ذلك أن يكون له دور إيجابي في هذا الموضوع، وأن يتم مخاطبة المديرية عندما يتم رؤية قطع أثرية تباع في الأسواق أو تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مواقع الإنترنت. نعم دكتور همام، يعني احنا كثير بنعرف انه في تعاون مع بعثات خارجية من خلال سياق حديثك، خلينا نحكي عن أهمية هذا التعاون إن كان ببعثات عم تيجي لسوريا أو ببعثات لحتى لإعادة واسترداد الآثار المسروقة. يعني خلينا نحكي عن هاي البعثات والتعاون مع مين أكثر شيء بيكون؟ طبعا الآثار السورية كما هو معروف في الوسط العلمي ظهرت وتأسست في فترة الثلاثينات على يد الانتداب، على أثناء الانتداب الفرنسي على سوريا، وكانت هناك بعثات كثيرة فرنسية، لكن أغلب البعثات الفرنسية توقفت وأيضا قطعت الاتصال، وللأسف الشديد كان لهم دور سلبي أيضا في بعض الأحيان في سرقة الآثار.
البعثات العاملة حاليا كما ذكرت البعثة الهنغارية التي لازم تتوقف أعمالها، وأيضا حديثا تم توقيع اتفاقية مشتركة مع البعثة التشيكية سورية تشيكية. دائما البعثات هي مشتركة جانب سوري وجانب أجنبي. هذه البعثة سوف تقوم بالأعمال بعد شهرين تقريبا في الساحل السوري في موقع تل الشامية، وأيضا هناك بعثة سوف يتم توقيع الاتفاقية قريبا وهي بعثة إيطالية. وفي الحقيقة كان الإيطاليين دور إيجابي جدا خلال الحرب على سوريا، لا سيما بعثة إبلا التي كانت تعمل في موقع إبلا التي ساهمت أيضا بشكل كبير في مساعدة جهود المديرية لاسترداد القطع الأثرية المنهوبة من منطقة إدلب وجزء منها من متحف إدلب. البعثات الأخرى للأسف لا يوجد أي بعثات أخرى حاليا في سوريا أجنبية، بس عم تتم المراسلة معهم، لكن يتم التواصل بشكل دائم. على سبيل المثال بعثة دورا أوروبوس وبعثة البروفيسور بيير لوريش وفرنسي يبقى على تواصل بشكل دائم مع المدير العام للآثار ومتاحف، وهو يعمل من سوريا في سوريا منذ عام 1985 في هذا الموقع. وفي الحقيقة يرسل لنا كافة المعلومات التي تظهر في أوروبا عن القطع المنهوبة من موقع دورا أوروبوس. وأيضا هناك بعثة ماري البروفيسور باسكال بوترلان، أيضا ظهرت بعض القطع من موقع ماري وتم التواصل، وهم يرسلون أيضا رسائل تدعم ملف استرداد القطع المنهوبة من الموقع، وذلك من خلال تأكيدهم بأن هذا القطع هي مصدرها هذه المواقع مقارنة مع القطع التي ظهرت سابقا في الموقع خلال أعمال التنقيب. نأمل في المستقبل أيضا أن تعود هذه البعثات ولها دور إيجابي أيضا البعثات الأجنبية بشكل أكيد. هذه البعثات تقوم بالنشاط العلمي في سوريا وتقوم بالترويج في الخارج لهذا التراث. ما عم تأثر على الرأي العام أيضا؟ طبعا هناك في الرأي العام هناك أيضا كثير من الأشخاص الذين والرأي العام الذين يتعاطفون مع ما يحدث في للآثار السورية، لكن كما تحدثت الحكومات لها دور سلبي في هذا الموضوع، وهناك الكثير من الذين يتواصلون ويرغبون بزيارة سوريا ويرغبون بزيارة المواقع الأثرية وتقديم العون، لكن حكوماتهم تمنعهم وبشكل أخص فرنسا. نعم، يعني الحديث يطول عن الآثار السورية ليست مثل ما قلنا أنه هي تراث سوري فقط، ولا إنما تراث إنساني. يمكن تشديد العقوبة بظنه نحن بالقانون السوري يمكن من أقصى أنواع العقوبات هي تهريب الآثار وتدميرها. دائما يمكن في جهود كتير وخطوات كتير نحن بحاجة نقوم فيها لمتابعة ملف الآثار. شكرا كتير لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. أهلا وسهلا. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا.